الحاجه الاحلى بقى، الحاجه الاحلى هي مش قصه بطوله النادي الاهلي حققها، ولا كمان فزنا على الزمالك في البطوله الخاصه اهلي وزمالك، ده الحاجه الاحلى ان قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، الناس اللي كانت دايما بتنتقد، لا ده احنا بنقول بالكلام وبالاسماء، قطاع الناشئين خلال الفتره السابقه صعد ايضا لعيبه للدرجه الاولى، مش اتمرنت بس، لا ده كمان شاركت في المباريات. تعالوا شوفوا معانا رأفت خليل، رأفت خليل وهو بيشارك مع الدرجة الأولى وبيسجل كمان أمام القطن الكاميروني في المباريات الأفريقية. شوفوا محمد أشرف الباك ليفت وهو بيلعب وبيشارك مع الدرجة الأولى. أيضا كمان أحمد نبيل كوكا واحد من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وهو بيشارك وبدأ يعتمد عليه أيضا وبيديله في خط الوسط وفي الباك ليفت. مستر كولر. أيضا كمان مصطفى شوبير الحارس الواعد وأيضا حمزة علاء. دي كلها لعيبة شاركت، وكمان عندنا مصطفى مخلوف جاي في الطريق بيطلع يتمرن كمان مع الدرجة الأولى وشارك في المباريات الودية. عندنا عدد كبير من اللاعبين، هو نداء النجاح الكبير والنجاح الحقيقي، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة هيكون عندنا لعيبة أكتر وأكتر. من اللعيبة اللي احنا بنتوقع ليها إن شاء الله تكون موجودة خلال الفترة القادمة لعيب بنراهن عليه، وده إن شاء الله هيكون مستقبل مستقبل للنادي الأهلي، وإحنا كمان بنتكلم عن ندرة في مركز المهاجم. محمد عبد الفتاح تاحة هو مهاجم 2007، واحد من الهدافين، واحد كان هداف دوري الجمهورية العام الماضي وأيضا هداف دوري الجمهورية السنة دي، واحد كمان من اللي برزوا في بطولة زد الدولية الودية وشارك مع 2006 أكبر منه وسجل كمان أمام فاينورد الهولندي في المباراة النهائية وقدر يفوز بيها النادي الأهلي. واحد من اللي احنا ان شاء الله بنتوقع ليه مستقبل كبير، محمد عبد الفتاح تاحه مواليد 2007. تعالوا نشوف التقرير ده عن تاحه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يظل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أحد أقوى الروافد الرئيسية لإمداد الفريق الأول باللاعبين المميزين، والذي يعد الدور الأهم والمحوري له بجانب حصده لبطولات الجمهورية والتي تحققت الموسم الحالي. وتضم فرق القطاع العديد من اللاعبين المميزين والذين تم تصعيد بعضهم للفريق الأول مثل رأفت خليل وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف، بجانب بعض المواهب في فرق القطاع الأخرى وعلى رأسها محمد عبد الفتاح تاحة مهاجم فريق 2007. ولد تاحة في الأول من يناير عام 2007 بالشرقية، نشأ وترعرع على حب وعشق الأهلي وظل حلمه اللعب لقلعة الجزيرة، حتى لعب القدر دوره فشاهده ياسر ريان عضو لجنة المواهب وقتها في إحدى الدورات الرمضانية بالشرقية، والذي اختاره للانضمام للقطاع. انضم تاحة موسم 2012-2013 لناشئي الأهلي وتدرج بين الفرق السنية حتى ظهرت موهبته ولعب الموسم الحالي في فريق 2007 وحصل على هداف بطولة الجمهورية برصيد 22 هدفا. محمد عبد الفتاح تاحة موهبة قطاع الناشئين على طريق النجومية.